السينما بقى. شوف بقى السينما انا بموت فيها، بس انا ما لا اخلصت للسينما ولا السينما اخلصت لي. ده اعتراف مهم وصادق. التلفزيون اكتر. التلفزيون اكتر. التلفزيون ما فيش كلام اكتر. يعني التلفزيون انا واخد على كل الناس اللي هناك كمان وانا طفله اخش كده احس مرتاحه وبمثل وكذا. السينما بقى مشكلتها، انا كنت في الكونسرفاتوار وكنت في معهد السينما، والافلام بتجيني بتقعد بقى نسافر مثلا الغردقه نقعد شهر نسافر معاك، وانا بقى عندي قانون في البيت اسمه بابا ان اياك تسقطي في ماده او تتاخري في الدراسه هتبقي مالكيش قيمه، هتبقي مش عارفه ايه، هتبقي يعني دايما كده يقول. كل ما يجي لي فيلم اصعب، الفيلم اللي سهل بقى وايامه مش كتيره وفي مصر اخده تاخديه، فما كانش هو اللي انا عايزاه، مش هو القصص اللي انا عايزاه. مين في الجيل الجديد بيعجبك؟ يعني وانت بتبصي كده حواليكي في حد بيلفت نظرك؟ كتير زي كتير، يعني نيلي كريم تعجبني جدا في الاستعراض كمان. نيلي واثبتت خفه ظل غير معقوله يعني. ميت وش صح. لذيذه يعني. ده جيل، في جيل بعده كمان. في ناس كتير حلوه قوي بصراحه. يعني بنت اختك اروى جوده. اروى جوده بنت اختك، بتديها نصايح؟ بتقول لها يعني انا قلت الحلاوه بتاعت اروى دي منين جايه؟ من العيله. هو اروى الحقيقه بجد يعني هي عندها شخصيتها الخاصه، بتعرف تختار ادوارها ما شاء الله عليها، وما حبيتش اصل الفنان ما فيهوش واسطه. ده حقيقي. أنا أقدر أقول أنا ما كنتش أعرف إن أروى بنت أختك خالص مؤخرا، فده معناه إنه لا علاقة لها بالوصف. والله خالص لا علاقة خالص، إلا لما أكون شايفة حاجة حلوة أروح ضربة التليفون، هاي لا تجنيني حلوة كذا كذا كذا. إذا لقيت مثلا حاجة بسيطة مش عجباني، لون شعرها مش عارفة بقى متغير مش حلو، بقول رأيي بس. إنما مش فرض، لأن ممكن رأيي أنا يكون عاجب الجمهور عليها. يعني مش انا اللي اتحكم في القصه دي. بس مفتقدين جدا الفن الاستعراضي. يعني ما فيش في مصر فن استعراضي دلوقتي للاسف. يعني طفرات كده حصلت وبعدين توقف الفن. بس على فكره انا عايزه اقول لك، شباب الجامعات اللي احنا شفناهم فيهم بنات واولاد روعه، والله فيهم بنت انا بقولها انت هتبقي فريده فهمي نمره 2. فريده فهمي بالطول بالرشاقه بالاحساس بالرأس كل حاجه فيها. ازاي ولا واحده من البنات طلعوا فنانات؟ بناتك ده ازاي؟ دي ممنوعات عندنا كانت. ممنوعات ممنوعات يا شيخ صالح. ممنوعات ايوه ممنوعات. بس ولا واحده عندها المشاعر؟ كلهم عندهم على فكره، كلهم عندهم بطريقتهم. يعني عندي واحده شاطره قوي في الديزاين واللبس والمش عارفه ايه والايه، وعندي واحده صوتها يجنن فعلا. بس طبعا مش عارفه. يا رب يا ريت ترضى. بس طبعا الشيخ صالح ما كانش بيحب. وعندي هديل طبعا الاداره والمانجمنت طبعا. كل ده ربنا يخليهم لك يا رب. مفتقده الفن؟ وحشك جدا. بحبه عشان برضو انت بعيده عن تقديم. يعني بقى لنا فتره كده ويعني بعيده عن الحاجات. الظروف اللي مرت بيا كتير، بس الحمد لله. يعني انا من النوع اللي احب اعيش في المود الكويس. الفن على طول معايا، لاني عندي البيانو في البيت بعزف. ممكن يعني سباحه، ممكن العب العاب، ممكن ميوزك على طول. اتصالاتي بالفن كله، بالفنانين والملحنين. مين اصحابك؟ مين لسه اصحابك؟ كتير كتير من الفنانات، يسرى، نهال عنبر، الهام شاهين، بوزي، جلبي، كتير كلهم اصحابي يعني كلهم. زعلتي لما سمير توفى؟ اوف دموعي، بقيت مش عارفه ابطل عياط عشان. بقيت مش عارفه ابطل والله، لان سمير عشري جدا، جدع جدا، صاحب صاحبه، وكان صديق بمعنى الصداقه. ويجي ويقعد في البيت هو وجورج الله يرحمه كمان، كان يجي معانا في البيت ويحضر مناسبات. وجورج كان بيعمل مع ماما كعك في العيد،
كمان كحك في العيد. ايوه بيعمل كحك في العيد ولذيذه ما شفتش كمان يعني كده. بس سمير طبعا علامه كبيره. علامه كبيره. واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.